مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من مؤشر النيل، ودايما بنستعرض فيه تحركات المؤشرات في بداية الأسبوع. النهاردة لحد أكيد التحركات والتداولات بتكون مش بالقوة دايما المتوقعة، لأنها بداية الأسبوع زي ما بنقول البورصات الأوروبية بتكون والأمريكية بتكون لسه في نهاية الأسبوع، ولسه مشكلة أو قضية الأرباح الرأسمالية، ورغم أن هي الحمد لله بعد تأجيلها لمدة عامين، لكن صندوق النقد الدولي عنده يعني الحقيقة في علامة استفهام كبيرة جدا، لأن بعثة الصندوق هتزور مصر في خلال الأسبوع، وعلى قائمة أجندة الصندوق IMF الحقيقة مسألة الأرباح الرأسمالية، وعندهم تساؤلات وربما نقد لتأجيل هذه القضية. هنعرف يعني مبررات أو أسباب صندوق النقد الدولي ليه لنقده لهذا القرار، رغم أن هذا القرار سياسي وكان لابد من اتخاذه من الحكومة المصرية الحكيمة في هذا الوقت بعد الخسائر الكبيرة اللي مني بها السوق اللي وصلت لـ90 مليار جنيه. عموما النهاردة مؤشرات البورصة أغلقت على انخفاض، المؤشر الثلاثيني تراجع بنسبة 1.45% وأغلق عند مستوى 8782.55 نقطة. هبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.76% منهيا التعاملات عند مستوى 469.72 نقطة. التراجعات امتدت أيضا لمؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا ليهبط بنسبة 1.52% من قيمته مسجلا 985.75 نقطة. أيضا خسر مؤشر EGX 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 1.74% ووصل إلى 9267.1%. نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع الخدمات المالية هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 30.58%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 23.9%، ثم جاء قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 16.21%، بينما حل قطاع البنوك رابعا بنسبة 8.2%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء مستحوذين على 83.79% من إجمالي التعاملات، كما اتجه الأجانب نحو الشراء أيضا وحصلوا على 8.24% من التداولات، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع مستحوذين على 7.97%، ويأتي هذا فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع وحصلوا على 45.87%، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء واستحوذت على 54.12%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق نحو 5.4 مليار جنيه، ووصل إلى 495.7 مليار جنيه بعد تداولات متوسطة بلغت نحو 577.6 مليون جنيه. بنتابع دايما تقرير لتعرف على مزيد من التفاصيل أكتر لحركات أو تحركات التداول اليوم والمؤشرات، بعده بنبدأ بالتحليل والتعقيب مع ضيفنا في حلقتنا اليوم الأستاذ محمد دشناوي الخبير بأسواق المال. مساء الخير أستاذ محمد، بنرحب بحضرتك معنا. اسمح لنا نتابع التقرير ونبدأ حالا التحليل والتعقيب. نتابع متأثرة بعمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأفراد المصريين، سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية في ختام تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 495.7 مليار جنيه بعد تداولات متوسطة بلغت نحو 577.6 مليون جنيه. السوق ابتدى أولى جلسات الأسبوع ده على انخفاض، يعني استكمالا لجلسة يوم الخميس اللي فات، اشايف ان ده وضع طبيعي يعني بعد الصعود اللي طلعناه الاسبوع اللي قبل اللي فات، يعني قرار تأجيل الضريبة
طلعنا من مستوى 9.8300 لحد 900-950 وبدأ السوق يعمل عمليات جني أرباح. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جي إكس 30 تراجع بنسبة بلغت 1.45% مسجلا 8782.55 نقطة. كما تراجع مؤشر جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 1.76%. وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر جي إكس 100 الأوسع نطاقا ليسجل تراجعا بلغت نسبته 1.52%. طبعا احنا من بداية دولة النهاردة جلسة يوم الأحد كان عندنا في بداية التعامل كان في جني أرباح وكان باين قوي من قدرة المستثمر العربي والمستثمرين الأفراد، لكن عندنا في نهاية التداولات كان عندنا إغلاق المؤشر 8782، احنا كسرنا 8000 نقطة. المؤشر بتاعنا نزل 1.45%، 130 نقطة. فوليوم التداول بتاعنا ما كانش قوي قوي، كان الفوليوم ضعيف النهاردة 384 مليون. الخبراء بالبورصة المصرية أكدوا أن السوق الآن يشهد حالة من الترقب بعد الإعلان عن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر عقب التحفظات التي أبداها حول قرار تأجيل الحكومة المصرية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية. من مقر البورصة المصرية، أندرو كامل، النيل. عدنا عليكم مشاهدينا بعدما تابعنا التقرير، بنبدأ حالا بتحليل وتعقيب مع ضيفنا اليوم أستاذ محمد الدشناوي الخبير بأسواقنا. أستاذ محمد بنرحب بحضرتك مرة تانية. كانت الأزمة بنتكلم في تطبيق اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، طيب تأجلت اللائحة، بدأنا ندخل في يعني الحمد لله بدأنا صعود شوية والتقاط أنفاس، بعد كده بدأت عمليات الجني الأرباح وقلنا دي عملية طبيعية وبدأنا ندخل شوية في الاتجاه العرضي، ولكن استمرار هذا الهبوط والنهاردة فقدان السوق لخمسة فاصل أربعة مليار جنيه، هل ده برضو هنقدر نقول انه جني أرباح يا جماعة وده مش مقلق، ولا هناك بعض القلق وعلامات الاستفهام؟ حضرتك احنا طبعا بالنسبة للنزول النهاردة كان فوق المتصور شوية، حضرتك نزلنا تقريبا 40% من إجمالي الصعود اللي صعدناه من ساعة الضريبة، ده بيأثر على نفسية المتعاملين ناتج بعض العوامل الكثيرة المؤثرة على حالة المتعاملين في السوق وعلى السوق. أولا البورصة شديدة الحساسية في التعامل ويجب أن يتعامل مع الإعلام بهذا القبيل، ولكن تأجيل قرار الضريبة ما طلعش لغاية دلوقتي بتاع التأجيل، وخرج وزير الاستثمارات وقال إنه هيطلع خلال 3 أسابيع، ده مش مطمئن للمستثمرين. طب ليه يا أستاذ محمد؟ ما هو معناه إنه القرار اتخذ هو لسه لم يصدق عليه، ولكن يعني معنى كده إن ما فيش خصم لأي أرباح من أموال المستثمرين حاليا، خلاص اللي خصم منهم ده بالحقيقة في الأول خلاص. ده لو يكون في استقرار، لكن لما تلاقي برضو الحالة المقابل ليها إنه يوم ضغط عليك بصندوق النقد، أصل صندوق النقد بيدرس ضريبة الأرباح الرأسمالية، هو صندوق النقد اكنه هيوجه مصرف ضريبه الارباح الراسماليه، ده غير مقبول، وضريبه الارباح الراسماليه ليست بالمؤثر كثيرا على الاقتصاد المصري او على الموازنه المصريه. هو يمكن بيتعاملوا بالموضوع يعني الاي ام اف هنا بيتعامل بالموضوع والنقد الدولي على انه داخل السياسه النقديه والسياسه الاقتصاديه لمصر، وانه تبعا لا او بيقع ايضا تحت قضيه الدعم ورفع الدعم ايضا. طب هنا يا جماعه ده داخل في الاصلاح الاقتصادي ويعني العداله الاجتماعيه. فعلا حضرتك كلامك مظبوط، هي خطة أو خريطة أعمال للإصلاح الاقتصادي في مصر كان أحد الخطط اللي هو الأرباح الرأسمالية بفرضها. تمام. رجوع مصر عن الفرض الأرباح الرأسمالية، الصندوق النقد من حقه يستفسر أنت رجعت ليه؟ هل هو عدول عن الخطة اللي أنت متفق معايا بيها أو الخطة المتوقعة في المستقبل؟ ما مدى تأثير الأرباح الرأسمالية على الموازنة المصرية؟ ما مدى تأثير الأرباح الرأسمالية على العدالة الاجتماعية؟ تأثيرها بسيط.
الأكثر منها والإعلام مش يعني مش مغطيها في المرحلة الحالية هو رفع ضريبة 5% على الأغنياء، هو تخفيض إجمالي الضرائب من 25 على 22 على عامة الشعب. طبعا الأرقام دي هتكون أكثر، بس احنا بنتكلم هنا في محفزات أكثر للاستثمار ماشي، بس الأرقام دي الأرقام دي هتكون أكثر تأثيرا بالنسبة لصندوق النقد على موازنة مصر وعلى مدى العدالة الاجتماعية ومدى السير في خطة الإصلاح أكثر من الضريبة الرأسمالية، ولكنها استخدام فذاعة صندوق النقد للتأثير على الحالة النفسية للمتعاملين بصفة مستمرة أصبح شيء يعني بس احنا ما نقدرش برضو نقول أنه نرمي هنا الكرة في ملعب صندوق النقد على نقده لهذا القرار. طيب هو حر برضو صندوق النقد أنه ينقد هذا القرار، وإحنا كده كده سياستنا الاقتصادية الداخلية كما هي، وهم ممكن يقولوا ده كتعليق أو كنقد وخلاص، يعني احنا مش ملزمين أن احنا نطبقه في الوقت الحالي، لأن لا أحد يملي على مصر سياستها الاقتصادية أو السياسية. حضرتك ده حقيقة، وممكن أنت تعيدي تعديل الخطة وتوجهها بعض المسارات الأخرى وممكن ترجعي فيها، أنت بتقدمي الخطة اللي بتمشي فيها قابلة للتعديل بناء على مصلحتك الشخصية. طب إيه بقى مصدر القلق تاني بالنسبة للمستثمرين زي ما حضرتك بتقول إن هم لسه قلقانين ومش حاسين بالاستقرار، فبالتالي اتجاهاتهم البيعية وضغوطاتهم البيعية هي ما في برضه المتعاملين في البورصة شايفين إن في مقابل فريق تاني بيهاجم البورصة وفريق تاني بيهاجم الأرباح الرأسمالية. اللي هو مين بقى غير فريق الضرائبيين المجموعة اللي هم قايمين على الضرائب، فريق الاشتراكيين او شغل اللي هو قاعد شغلانته العداله الاجتماعيه الاشتراكيين. لا هو مش مساله العداله الاجتماعيه، البورصه من اساسيات العداله الاجتماعيه. اللي هم بينزلوا للبورصه على انها ساحه مقامره وساحه مضاربات، ما بيبصوش للمردود الاقتصادي ليها ومدى تاثيرها في الاقتصاد. واي ده ونفس المشاكل اللي احنا بنقابلها دلوقتي بنفس الطريقه قابلتها اوروبا في القرن اخر ال 17 وتم معالجة الأمور بداية من القرن ال 18. احنا مستغربين ان احنا في أواخر القرن داخلين في القرن احنا حاليا في القرن ال 21 والناس منظورها للبورصة انها ساحة مضاربات، ونلاقي بعض السياسيين لا احنا بنحاول وقلنا ان وسائل الإعلام ده دورها انه ليست ساحة للمضاربات، البورصة مرآة للاقتصاد والتداول الأوراق المالية ومعناه وأداة للتمويل، وهو ده اللي الحكومة بتحاول تسعى إليه دلوقتي، انه ازاي تدعم البورصة كأداة للتمويل وتمويل المشروعات الكبرى وليست للمضاربات. طيب عايزين الحل يا استاذ محمد من وجهه نظرك للمستثمرين وكعوامل تهدئه للمستثمرين لرفع السوق مره اخرى، يعني خاصه في هذه الاجواء اللي تعتبر الى حد ما مستقره. عوامل اصلاح السوق مرتبطه، عايزه خطه شامله عمل جاد منها لاصلاح السوق، منها كتير. منها اول حاجه مبدئيا الضريبه، تاجيل الضريبه لمده سنتين غير كافيه. ما المقصود بالسنتين؟ ليه غير كافيه؟ غير كافيه لان انت المفروض انا ليه حطيت سنتين؟ انا حطيت سنتين عشان اعمل خطه دعم واجذب الشركات العائليه واقدر اصلح بورصه تبقى كفء وتبقى واقفه على رجليها وقابله انها تفيد الدوله في مشروعات مباشره وقابله انها تفيد الدوله. يعني من وجهه نظر حضرتك انه سنتين غير كافيه ولا عاوز الغائها خالص؟ لا يعني كده لا الضريبه حق، ومن حق مصر ان تاخد الضريبه من اي قطاع. تمام، ولكن السنتين غير كافيه، دي مش هتاخد دوره كامله حتى طويله الاجل. طب الدوره الكامله كده طويله الاجل يعني انا اعتقد ان الحل الامثل ان الضريبه تبقى محدده وموضوعه يعني 5 سنين ويكون عاملين بلان الخطه دي هنستفيد منها ازاي. احنا بنأجل الضريبه ليه؟ هل بنأجل الضريبه عشان نهدي المستثمرين؟ طب وبعدين ما هيثوروا نفس اللي ثوره بعد سنتين. الحل لا علشان فتره اللي احنا فيها الفتره الانتقاليه وبعد الخسائر ال4 سنين اللي مني بيها السوق في ال4 سنين ومن بعد الثوره وما الى ذلك، فكانوا يعني محتاجين التقاط انفاس ومحتاجين ان هم يتهيئوا لانه بعد كده هيبقى في فرض ضريبه، فدي يعني زي سياسه رفع الدعم. لا حضرتك احنا في السوق احنا النشاط الوحيد الذي لم يستفيد من الثوره. احنا من اول الثوره مشغل لنا فيلم رعب كل يوم الضريبه، جه الاخوان قال لك ضريبه، جه العداله الانتقال الدكتور عادل منصور قال ضريبه، حاليا برضو ضريبه، احنا مش عارفين نفوق نخطط للمستقبل. يعني طب فيلم الرعب ده هينتهي امتى؟ من وجهه نظر حضرتك فيلم الرعب دوت احنا مش معترضين على الضريبه. تمام، وانا كنت من الناس لكن سنتين من وجهه نظر حضرتك ليس غير كافيه. تمام، حضرتك بتقترح 5 سنين. 5 سنين ويتحط خطه، والخطه دي تبقى قابله للتطبيق، والخطه دي تتابع حتى يتم تنفيذها. لازم نجذب الشركات العائليه يكون عندها طموح للانتاج الكبير، يكون عندها طموح للتوسع، يكون عندها طموح للحوكمه، يكون عندها طموح انها تقدر تشارك اكبر كم من الشعب. حضرتك انت لو تيجي قبل في امريكا شفت حضرتك التفاحه؟ شفت حضرتك القطمه اللي فيها؟ دول الملاك. تمام، وبقيه التفاحه دي كلها اللي هم مشاركينها. شوفي مدى العائد اللي عاد على امريكا.
من اجل ان تنشئي مشاريع كبيره وان تنشئي مراكز بحوث تطوري لازم يكون راس مال كبير، راس مال كبير لانها تستطيع ان تقوم بها الافراد منفردا ولا العائلات منفردا، لازم مشاركه كامله من الشعب، لازم الشعب يفهم يعني ايه ادخار، يفهم يعني ايه مشاركه مباشره. حضرتك احنا نفس دورنا دور البنوك ومع ذلك احنا بنهاجم، بالعكس احنا افيد من البنوك، احنا استثمار مباشر بعائد اكبر، البنوك استثمار غير مباشر ينتج عنه تضخم. طيب ننتقل لنقطة تانية يا أستاذ محمد بعد إذن حضرتك، في لا بقصد في اقتراحات حضرتك أو مقترحات حضرتك أو الأطروحات للحل بعد تأجيل الضريبة 5 سنين وإيه تاني؟ حضرتك إحنا عندنا تركة ثقيلة من تأخر مصر في المؤشرات المالية العالمية، لازم يتم الحفر على الناشئ في المؤشرات دي زي قناة السويس، زي قناة السويس لازم زي. ترتيبنا في حقوق الأقليات يرتفع حتى تقدر تجذب استثمار اجنبي من الخارج. لما يكون ترتيبك في 135 من 170 دوله ولا 177 دوله طبعا ترتيب غير يعني غير مقنع للاستثمار. وعلى اداء اليوم ممكن تتوقع حضرتك ان اداء المؤشرات يستمر على هذا الهبوط حتى نهايه الاسبوع؟ لا حضرتك انا اعتقد ان النهارده اواخر الهبوط، واعتقد ان بدا يحصل شكل صحي اخر الجلسه ان هو زور موجه شرائيه وبدا يقل التداولات وبدأت تقل حجم التداولات، واعتقد ان الحد الادنى لينا 8725، واعتقد اللفه من بكره ان شاء الله مستهدفين ال 9000 ان شاء الله. طيب رئيس البورصه دكتور محمد عمران قال النهارده في تصريحات ان سوق المال بيستهدف ما بين 3 إلى 4 طروحات عامه اوليه في النصف الثاني من 2015، يعني الى حد يمكن ان يستوعبوا السوق الاطروحات دي؟ الى اي مدى ممكن يستوعب السوق الاطروحات دي وامكانيه نجاحها من عدم واهميتها طبعا في هذا التوقيت للاقتصاد والشركات؟ طبعا الهدف الاسمى للبورصه من تواجدها هو تمويل المشروعات مثل هذه الطروحات. هل الطروحات السوق ممكن يستوعبها؟ اكيد ممكن يستوعبها. يتوقف اي على مدى جاذبيه الشركه النازله في الاكتتاب ومدى السعر، هل هو ملائم للحقيقه ام لا. لو السعر قريب من الحقيقه وفي فرصه استثماريه طبعا هينجح ويكون في اقبال، لان السوق في كميه سيوله بره السوق كتيره. جزء كبير من السيوله اللي بره السوق دي حاليا احد اسبابها وسائل التوتر اللي عايشين فيه البورصه. فيلم الرعب. ده فيلم الرعب ده اللي حضرتك بتتكلم عنه. طيب كان في خوف في الفتره اللي فاتت وقت ما السوق تكبد خسائر كبيره جدا وصلت ل 90 مليار جنيه ان احنا تشطب البورصه المصريه من مورجان ستانلي، من قائمه مورجان ستانلي وما له من اخطار، مش بس على البورصه المصريه، على الاقتصاد ككل طبعا، ده للاقتصاديين والفاهمينه. دكتور عمران نفى صحه ما تناقلته وسائل الاعلام ان مورجان ستانلي هددت بالفعل البورصه وخروجها من الاسواق الناشئه، وقال ان مورجان ستانلي ما بعتتش او لم ترسل ما يفيد ذلك. يعني اهميه سريعا كده، اهميه بقاء مصر في او البورصه المصريه طبعا في قائمه الاسواق بقاء الناشئه. مصر في اولا تصريح الدكتور محمد عمران صحيح طبعا، فزاع اللي استخدمت بان مصر هتخرج من مورجان ستانلي بسبب الضريبه دي ما كانش حقيقيه. احنا ما خرجناش ايام الثوره، مصر من الدول القويه على مستوى الشرق الاوسط. يعني كانت برضه فزاعه من وجهه نظر حضرتك، جزء من فيلم الرعب برضه على الدوله. حضرتك ان عدم بالنسبه لتواجدنا في المؤشرات الدوليه ده حاجه مهمه جدا، ومن اهم دول بتحارب من اجل تواجدها في مؤشرات الدول الناشئه او البورصات الناشئه، لان ده بيجذب لك تداولات اجنبيه وبيجذب لك عملاء اجانب وبيخليك في الصوره وبيخليك سهوله. هم المستثمرين عموما يا فندم بيبصوا على الدوله اللي بورصتها موجوده على مورجان ستانلي بالفعل عشان يطمنوا اذا كانوا هيقدروا يدخلوا استثماراتهم في هذه الدوله، وعلى وزن الدوله في المؤشر وعلى وزن الشركه اللي هيستثمروا فيها في المؤشر. طب ومورجان ستانلي عامله ليه المؤشر دوت؟ ان انا لو عايز اقلل مخاطري وعايز استثمر على مستوى العالم فمش معقول هدرس 30 بورصه او 60 بورصه طبعا، فبمشي ورا مورجان ستانلي من اكبر البيوت المالية على مستوى العالم وعلى مستوى امريكا. عموما يعني الحمد لله وان هم لم يرسلوا ما يفيد ذلك، والقول يعني البورصه المصريه صامده زي ما كانت صامده في اصعب الاوقات، يعني اوقات الثوره وما تلتها، فالبورصه المصريه صامده زي الاقتصاد المصري وان شاء الله في الصعود. استاذ محمد شناوي الخبير باسواق المال، بشكر حضرتك جدا. بشكركم مشاهدينا على طيب المتابعه، ابقوا دائما معنا، النيل هو الاقرب. تحياتي.